عمي ابو علي قاعد مبكر اليوم. قاعد مبكر وزين لحقتي علي. اي والله قريب شوي واخلص منه بس اشوي تو بالبدايه. هذه شنو اللي ماسكها بيدك؟ هذه سلمك الله الفخ. هذه الفخ الفخ حق الحباله. اي هذه الحبال حبال الطيور قبل صار موسم الربيع. ايه؟ زين بدات الطيور تبين علينا. زين نستعد لها نستعد لها ونشوف الفخ ايش محتاجه. ساعات يكون السير مالها بايس نبدل سيرها نحطها سير جديد. ساعات نشوف الطاقه حويه نعدلها نشوف المد قاصر نشوف كل الشغلات هذه نشوف شنو موسم الطيور هالايام موسم الحماميه ولا موسم الكريم ولا موسم الشرايس ولا موسم هذا حسب الطيور تطلع الفخ اللي محتاجين له. اللي اعرفه عمي انه في منها احجام. اي احجام ونحط فيها هني زهوي صح؟ هذا زهوي هذه هذه نسميها زنده. زين يعني شلون السمك يقول لك على ورقه ما يحطون ييم. زين هذا ما نسميه ييم هذا نسميه زنده الطعم. إيه الطعم هذه من بهجتنا بس حق السمك من حدق احنا. إيه؟ نقول ييم. إيه؟ زين بس حق الحبال نسميها زنده. إيه؟ قال فلان شو زندتك؟ بقول له قبي مثلا قبي حماري ولا قبي شعاري ولا قبي كذا ولا كذا ولا عزك الله ابو يعال ولا زهوي. زين هذه الزنده. الاكل اللي بحطه حق اللي بصير الطير فيه هذه يسمونها زنده. إيه؟ عرفت شلون؟ اي وهذا سر المصيده. وهذا سر المصيده قبل اللي هو بطل الزهويه. البطل الزهويه ليش نحطه البطل؟ لان شو اسمه ما يطلع. إذا حطينا بشيء خشن يتشلبه ويطلع. أيه؟ بس بالبطل يزلق. أيه؟ عرفت شلون يزلق في البطل ما يطلع. فلازم لها شوي مجهود يعني قبل لا تصنع الآلة هذه لازم أول شيء تكون ميمع الزهوية. ميمع الزهوية أكيد. أيه؟ يعني حتى تيمعهم بعد الله يعلم شلون يجمعهم. شلون يعني تيمعونهم كنتم؟ بذاك الوقت يعني خليها على الله يعني متكلم فيها نطب البوالي عشان نطلع شو اسمه هذا. أيه؟ ناخذ التمرة زين ونحطها عز الله في البالوعة. البالوعة. إيه وليت يمه وعليهم. ايه؟ شقتهم بيدنا واحد واحد. بيتكم. بيتكم يا جنة. بيدنا بناخذ مكود بالبطل ناخذ مكود فيه. ايه؟ زين الغبابي لا غير. مناعتكم كانت عالية. ما في ما عندنا الحمد لله ما نفكر بشيء اسمه مرض ولا نفكر اسمه. الغبابي غير. الغبابي روح تحت الساس بعض يسمونه منبر منبر غبابي ننبر تحت الساس وندور غبابي. السادس اذا لقينا قبي حماري نشيط ولا سفيفه. سفيفه تكون متينه يعني شويه هذه. ايه؟ حق الحبال احسن احسن واحده. ايه؟ تلفت انتباه الطير من بعيد. زين ساعات يجيك اسمه قبي يعني شو اسمه شعاري. شعاري لا هذا بسرعه يموت ولين وايد يعني اسمه هذا يعني ما يصلح حتى تحطينا بالزنده. نقص نص. انزين شلون نلعبها او شلون نستخدمها؟ شوفي قبل لا اقول اي بقول لك وش اجزائها. زين هذه الحديده. الحديده هذه حديده الفخ. هذه من وين تجيبونها الحديده؟ هذه الحداد يسويها. الحداد يعني تروحون تفصلونها عند الحداد. هذه شوفيها يفصل الحداد ويفصل الحداد. هذه الحجم الكبير نصير في منها حجمين صحيح؟ في اكبر من هذه بعد. ايه؟ هذا حق اليرح وحق الترم والشرايس. ايه؟ الحجم هذا في واحده اصغر منها حق المدقيه وحق الفقاق وحق الطيور الصغيره. اصغر حجم من هذه. اوكي زين هذه الحديده انس اللي عندك. وهذا السير. زين السير هذا السير. السير طبعا شوف الحين هذه هذه دائما كذي هذه رخوه يصيد فيها الطير ما تذبحه. زين وهذه الطاره. هذه الطاقة. أيه فلازم تربطها وايد عدل من الجوانب. اي من الجوانب. كل ما كانت ثقيلة كل ما مسكت الطير اكثر. كل ما مسكت اكثر. هذه أيه؟ طبعا هي هذه اللي تساعد على مسكة الطير. تخيل ان هذه موجودة الطير بحوش برامل يطلع. أيه؟ بس هذه اللي انزين هذه الخشبة خشبة عادية. نعم. موجودة في كل مكان. نعم. هذه شنو نوع الخشبة؟ هذه خيزران. الخيزران. أيه؟ ايوه خيزران هذه ساعات حتى يعني اغصان غمان والشغلات هذه شيء اللي طاوع ويانا. نقعد ماي اول شيء نخلي يلين واذا لان اعطانا شو اسمه التقويس هذا نقوسه ونسوي. الخشبه هذه اما لازم تكون قويه. هذه ندور خشب الساج. خشب الصاج نسويها منه. ليش؟ ان هذه عليها ضغط وعليها طقه كلها عليها يعني ويا الايام تنكسر او هذا. زين هذا يسمونه المد. اي المد اللي يمسك القطعه هذه الحديده. اي اللي يمسك الحديده هذا من يتيل من يطير ياكل. هذا المد وهذه الخرزه. إيه؟ زين هذه الخرزه. في هذا اللي تشوفينها والله شكله يخرح. زين هذا اللي تشوفينها البارزه هذه اللي تشوفينها هذه اسمها تلثامه. تلثامه. التلثامه ليش؟ مثل الشيء اللي يلين على الزنده. على الشيء اللي حاطينه هني عشان تخيل تحطين سير على هذا يقصه نصين. نحط ساعات حتى منديل دشاشتنا ناخذ منديل خيط نحطه شيء ونحطه من نيل. ما تتعطلون قبل. ما لا ما تعطل خيط من الدشاشه من الدشاشه ولا شيء ناخذه نحطه من نيل. ليش؟ يصير يعني مثل يعني شيء يعني يسلم زهوي عليه او القبي عشان ما ينقص. وين تحطها؟
هذه التثامن. لا عاده هذه هذه سلمك الله الحبال الحين الحبال هاي هذه الفخ الحين زين الحين نصبتها انا ادور لي مكان. طبعا اشوف في احيانا في طير لا يسمونه مولاف مولاف مكان الطير يعني الطير متعود يقعد بهالمكان هذا زين اذا قال هذا المولاف الطير هذا موالف على المكان هذا أي. يعني تلقين طابوقة مرتفعة الشيرة شوية مرتفعة صريمة من الأشياء الكبار ثندة ولا شغلة مثل هذه مكان الطير أنا أعرف أنه مكان هذا بهالمولاف هذا أي أنصب الفخ زين بهالمولاف زين صبت الفخ طبعا مثل ما تشوفينه كذي زين وادفينه كله حطه على الارض بس عشان ايه؟ نشوفه شوف طريقته حطه كذي ايه؟ وطبعا هذا كيل طبت الحمامه هني ايه الطير الطير طب ايه؟ الطير بس قبل لا يطب الطير زين انا دافن هذا كله موه المنطقه ايه؟ ما يشوف الا بس الزنده ايه؟ اللي هو القبي او الزهيوي او الشيء هذا بس هو اللي يشوفه ولا ما يشوف شيء موليه زين بس يشوف هذا اي طبعا بعض الطيور تكلم عنه ان شاء الله بعد شوي عن الطيور في حق طيره الحبال في حبله يعني حبله يسمونها حبله عيار بعض الطيور تكون طير ذكي ما يطب من اول مره زين حبله مغلاق وفي حبله يعاين المنطقه يعاين المكان لا ياخذ لها بعد الصخاره يقول عليها بعض الطيور الذكي وهذا هذا عيار شو اسوي انا حبله مغلاق بعض الطيور حبله مطاف المطراف المغلاق والمطراف مطراف مطراف حق الطير اللي ياخذ شو اسمه الزنده خطف يعني بسرعه شي تشكوي بتطير فيها هذا احد شو اسمه احبله مطراف زين مغلاق مغلاق حق الطير الذكي يعني الطير الذكي شو يسوي ياخذ مثل شغله مثل هذه ويقطها يحوم عليها يحوم مره مرتين كذي ويقطها زين مره مرتين كذي اذا تثت وانا غافل عنه زين تثت الفرح الحين سوى تثت زين زين جرب ولا ما تشتغل ولا ما تشتغل إجابة إجابة يعني انا الحين حمامه هذه اي اي عرفت شلون؟ اذا اذا انا هذه تطلع نستخدمها الحين بعد مو بس ايام قبل ساعات يكون انا عندي مثل حابل فخ فخين واحد مني واحد مني اكون انا غافل عن هذا زين؟ هو الحين تتت هذا ياكل الزنده او الزهيوي او القب ياكل على راحته قص علينا احنا اكل شبع بطنه ومشى كفيت ووفيت يا عمي ابو علي بالشرح ساعة مباركة ما قصرت وكل يوم قاعد نستفيد منك معلومة ساعة مباركة حاضر كل يوم تعالي هالحزة تلقاني مجابل الشغل قبل لا تحمى الشمس قاعد ومجابل الشغل هنا ساعة كل يوم انا عندك ساعة مباركة بنيتنا حياك الله حياك الله الحبال هي إحدى الهوايات المحببة عند الشباب في الماضي والتي يقضون فيها أوقات فراغهم لما بها من متعة وترويح عن النفس وكلمة الحبال تطلق على صيد الطيور والحبال يكون في المواسم التي تكثر فيها الطيور في الكويت حيث يقوم الشباب بتجهيز أدواتهم استعدادا لبدء الصيد ومن أشهر أدوات صيد الطيور هي الفخ والنباطة والصلابة والسالية والكثير من أدوات الصيد التي كانت من صنع أيديهم اليوم رح نتكلم معاكم عن هذه اللعبة لعبة الحبال طبعا هذه اللي هي المصيدة اللي يصيدون فيها طيور ومثل ما انتم شايفين هنيك هذه الحشره الصرصور متعلق فيها فالصرصور جزء من هذه اللعبه تحديدا طبعا. كلمنا عنها عمي ابو علي طبعا هذه الفخ زين الفخ هي من ادوات صيد الطيور القديمه اللي احنا يعني انا لي ذكريات حلوه فيها بالنسبه حق الفخ والصيد فيه طبعا الفخ مثل ما تشوفين يعني عده اجزاء تكلمنا عقلنا هذا المد وهذه الخرزة وهذه الزندة اللي هو الزندة, الزندة اللي ايه؟ الشيء المحطوط سواء قبي ولا زهيوي ولا أكيد ألعاب صح؟ نعم هذا مصجيل لا مصجيل لا كلهم ذيلي طبعا هني خلنا نتوقف عند عنده هذيلي شنو اسمهم؟ ها؟ شنو اسمهم؟ هم ذي زهيوية بس يعني ايه؟ المادة الطعم هذا اللي يسمونه طعم بس احنا نسميه زندة اي هذه الزندة داخل هني هذا في هذا البطل يجمعون الصراصير والزهيوية نعم حيث أنه يستخدمونها في صيد الطيور
طبعا يعتمد حسب الصيد اللي بصيده، يعني مثلا القبوي نستخدمه حق الطيور الصغيره ذاك، بس اللي عزك الله الزهيوي وابو يعل وهذا حق الطيور اليغح، هم هم يميلون حقه اكثر لان يشونه قدامهم اكثر جسمه غير الطيور. ومثل ما شفت يعني قلنا هذا الخرزه الموجوده، وهذه القطعه اللي استند عليها هذا عشان ما ينقطع الزنده الموجوده داخل هني، نسميها تلثامه. التلثامه هذه زين عشان بس يعني تدعم هذا ما ينقطع فيها. انزين قولي عن تاريخ اللعبه، يعني هم هذه تعتبر من الالعاب اللي يعني وايد قديمه ولا ظهرت في فتره السبعينات؟ لا 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 قديمه قديمه، هذه من قبل السبعينات وقبل هذه. هذه يعني اساسا تشوفينها هي الحديده مثل هذه، بس طبعا هذه اللي يسويها الحداد. يعني احنا ما نقدر نسويها ونقصها ونسوي هذه، نسوي الحداد. يعني نقول هذه من الالعاب اللي يعني ما تقدر تسويها كلها في البيت، لازم احنا نشتري الحديده هذه، يا اما نشتريها كذي زين او نشتريها تي مربعه. تي مربعه يعني طريقتين. بالمناسبة أنا بذكر معلومة ناس وايد الحين مشت عليهم وقاموا يقولوا معلومة غلط. يسمون الفخ هذه يسمونها عترة. عترة غلط، أن نسمي الفخ هذه عترة، هذه نسميها فخ عادية. العترة صفة من صفات الفخ، صفة من صفات الفخ، يعني كل فخ له صفات. يعني مثلا هذه هذه إذا كان السير أقوى من هذا زين نسميها عترة، عترة تكون قوية تذبح الطير. هذه مثلا شوف يعني لو تسوي كذي هذا نسميه رخوه ما تذبح الطير. العتره تكون اقوى من هذه، حصاد الطير ذبحه يا ذبحه يا تكسري لا تكسر، هذا هاي تكون عتره. ما نسمي كل فخ مثلا نسميه عتره، عتره اي عتره صفه من صفاتها. يعني مثل صفات الفخ زين قلنا عتره زين او رخوه زين او صيود او تثوث زين موجوده مثل ما تشوفها زين، هذه مسميات حقهم. إنزين شنو أنواع الطيور اللي أنتوا تصيدون فيها في هذه المصيدة؟ شوفي هذا بالحجم هذا، هذا الحجم كبير نسبياً، نصيد فيه اليغح، نصيد فيه الشرايس، نصيد فيه الترم، نصيد فيه هذه. وكلهم تأكلونهم؟ كلهم نأكلهم. كل الطيور هذه. بس اللي راح أغلب الناس ما يأكلون الطيور، اللي راح ما يأكلونها. أغلب الناس ما يأكلونها. بس إن أنا اللي قاعد أقول إن أيام قبل يمكن شوي كان موضوع اللحوم، يعني مو كل يوم تأكلون اللحوم. نستانس اصلا أيه. حتى نستانسون اذا صدتوا شيء نستانس واحيانا ترى يعني شو اسمه نصيده وناكل نفس الوقت. اي لانه ما في ثلاجات. اي ما في نصيده يعني قبل مثلا صدنا اربع خمس طيور نحط نربطهم سيم يكون مربوطين كذي، السيم هذا نسميه مشكاك. مشكاك شنو؟ كل طير نصيده نشكه فيه. طبعا حتى قبل يعني استغفر الله يعني الطير يعني اذا شفناه بيموت شلون نحلله؟ نمصع مصاعب رقبته كذي، نمصع مصاعب، وهذا عباره حللناه احنا. هذا يعني مو ذاك التحليل عند الاسلامي ولا هذا، بس هذا يعني احنا بنيتنا قبل نمصع كذي، ولا قعدنا مثل مكان بعيد وهذا شبينا الضوء، لقطنا من اقصاد الشيار، لقطنا مني ومني شبينا الضوء، ساعات نتف الريش اللي عليه وساعات ما نتفه. عموما معلومات حلوه وجميله، ونقول لك يعطيك الف عافيه وما قصرت على هذه المعلومات. حياك نقدر نستخدمها الحين ولا خلاص راح عليها؟ لا عادي نستخدمها، صارت موضه قديمه. لا موجوده بالعكس استخدمها. وهي يعني طريقه سهله وهمه بالنسبه حق الطيور، يعني لان ساعات احنا طيور نصيدها بس نستانس فيها، وما نسويها عتره نسوي رخوه بس عشان نستانس من الطيور ونبدا مره ثانيه. يعطيك العافيه وما قصرت. الله يعافيك ابوي.